الماضي وبنهاية الموسم الماضي. لو ما هيك كنت أكيد أني رح شوف كريستيان لوكا بخط دفاع فريق إخاء الأهلي عليه، مثل ما هو الأمر بالنسبة لكارلوس ألبرتو يلي جدد معه الإخاء لموسم إضافي بعد ما برز معه بالموسم الماضي. أيضا كرة من سعيد عواضة من رمي التماس، حسين شرف الدين هو إلى جانب فالو سار بمركز قلب الدفاع من ناحية فريق الصفا. أكيد رغبة كبيرة فارس عند الفريقين ببداية الموسم أنه يفتتحوا المشوار بانتصار. مباراة الصفا والإخاء الأهلي عليه مباشرة من مجمع الرئيس فؤاد شهيب بجونية، عم نتابع هالمباراة وكل شيء جديد بلقاء التضامن سور وشباب البرج رح نعطيكم إياه مباشرة على الهواء، مع العلم أنه نتيجة لهلا التعادل الإيجابي بين الفريقين. المباراة اللي عم تصير بيناتهم بسور، كارلوس لومبا هذا الاسم بكون تحفظه منيح لأنه هو قلب دفاع فريق الإخاء الأهلي عليه هالموسم من موطن كريستيانو رونالدو. عم نحكي عن البرتغال، البرتغال يلي قليل لنشوف عنا لاعبين بالدوري اللبناني، على أمل أنه كارلوس لومبا يكون من مستوى جيد جدا ليساعد فريق الإخاء الأهلي عليه هالموسم. من ناحية فريق الصفا اليوم الغيابات كبيرة عن صفوفه، حلو كتير هالكرة، عواضة بيلعب الكرة هون وبالنهاية في ركلة ركلية رح تكون لفريق الإخاء الأهلي عليه، ركلة ركلية بده ينتبهوا دفاع الصفا كتير منيح من هداف الإخاء الأهلي عليه. عم نحكي عن أحمد حجازي، تاني هدافي الدوري اللبناني الموسم الماضي وأول هدافين اللبنانيين مع 11 هدف. أحمد حجازي اللي انتقل نهائيا مثله مثل كريم درويش لصفوف الإخاء من العهد ومن النجمة، كان بالإعارة أحمد حجازي وكريم درويش كان بالإعارة، اثنيناتهم يعني الاستغنيات كانوا من ناحية فريق الإخاء الأهلي عليه نهائية هالموسم. الكرة بتتنفس وبيبعدها كمان ربيع الكاخي لخارج الملعب، ركلة ركلية جديدة رح تكون من بعد ما نفذ الكرة لاعب فريق الإخاء الأهلي عليه حسن ديب. حسن ديب وحسن محمد اثنيناتهم على تنفيذ الركلة الركنية، حسن ديب لعب الكرة ويمكن كمان يرجع بنفس الطريقة يلعبها مباشرة ناحية مرمى ربيع الكاخي. حكم المباراة جميل رمضان عم بعينه هشام أنصو وتيسير بدر، ركلة ركنية جديدة كمان راح تكون بهالوقت، سامر السيد قاسم الحكم الرابع ورودي مجدليني مراقب المباراة بانتظار تنفيذ الركلة الركنية واللاعبين اللي عم بفتشوا على طابة ليمشي الحال. الركلة الركنية جديدة لفريق الإخاء الأهلي عليه اللي عم بيكون ببداية المباراة نوعا ما استحواذوا على الكرة أكثر من فريق الصفا. الركلة الركنية بتتنفس مع حسن لمحمد يلي بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء بيبعدها محمد زين طحان، تنتقل لأنصو بيبعدها سعيد عواضة. لومبا عم بيتقدم كان لمساندة الهجوم بالكرات السابقة، فرصة لفريق الصفا أمامية بخلصها بالوقت المناسب نادر مروش. نادر مروش أول مرة والكرحاني بالمرة الثانية بتروح لعند ديب يلي بيلعب الكرة عالية لأحمد حجازي. أحمد حجازي منا سهلة معه فلو صار لاعب السنغالي يلي بيخسر الكرة بترجع عند الحجازي، الحجازي بيرجعها خلفية لكارلوس ألبرتو، كارلوس ألبرتو على الجهة اليسرى محاولة لفريق الإخاء الأهلي عليه بس الكرة بعيدة لخارج خارج خارج الملعب من دون أي خطورة على مرمى فريق الصفا. نتيجة ما زالت التعادل السلبي 0-0. الموسم الماضي ذهابا الإخاء كان عم بفوز 2-0، كريستيان لوكا وكارلوس ألبرتو كانوا عم بيسجلوا الهدفين، وإيابا الإخاء عم بيجدد الفوز بنتيجة 2-1. أحمد حجازي وقت سجل الهدفين ومحمد زين طحان سجل هدف فريق الصفا الوحيد. آخر مواجهة بين الفريقين كانت بمسابقة كأس لبنان وقت الإخاء كمان عم بفوز 1-0 هدف لكارلوس ألبرتو ضمن الدور ربع النهائي بصيدا. حاليا المحاولة صفوية، هل رح تعطي أي نتيجة الكرة؟ خلينا نشوف سعيد عواضة يلي بيبعدها ليبعد الخطورة، بتوصل لعند مصطفى أنصو. آخر 6 مواجهات بين الفريقين 5 مرات عم يربح الإخاء ومرة واحدة التعادل، يعني الصفا بآخر 6 مواجهات ما عرف طعم الانتصار، ما عرف طعم الفوز أبدا بمواجهة فريق الإخاء الأهلي عليه.
يعني الحرارة عالية كتير، رطوبة كمان مرتفعة، وحكم المباراة تيسير بدر الحكم مساعد تاني يلي بيرفع رايته ليعلن عن حالة تسلل على فريق الصفا، كارلوس لومبا. كارلوس لومبا لأبو عتيق، أبو عتيق اللاعب الفلسطيني كابتن فريق الإخاء الأهلي علي، أبو عتيق يلي برز بشكل كتير كبير الموسم الماضي مع فريق الإخاء، لاعب رايق بمنتصف ملعب وبيعتمد عليه كتير عبد الوهاب أبو الهيل. ناحية اليسار لعند حسن ديب، حسن ديب الكرة بتروح بترجع لعند حارس مرمى فريق الإخاء شاكر وهبي. شاكر وهبي اليوم بحراسة مرمى بدلا من رضوان كساب، يعني بين شاكر وبين رضوان الأمور منيحة، وحراسة مرمى الإخاء راح تكون شربيل فينا نقول بأمان هالموسم. طبعا مثل ما ذكرت عنده ثلاث حراس بمباراة اليوم الإخاء الأهلي عليه، لأن وجود الحارس ربيع صالحة أيضا على مقعد البدلاء بالوقت يلي في فرصة خطيرة هم ممكن تكون عم تتوقف بصافرة وبراية، عم تتوقف بصافرة وبراية بحسب ما شفت الوقت يلي رح نشوف الحكم جميل رمضان شو عم يعمل بالحالة الأخيرة. هون الحكم المساعد هشام أنسو كان رفع رايته، لكن حسين شرف الدين كان عم يتدخل أمام أحمد حجازي. على ما يبدو جميل رمضان رفع البطاقة الصفراء رقم 30 هو حسين شرف الدين بالإعادة مرة جديدة. الكرة الأمامية وحالة التسلل على ما يبدو حسين شرف الدين تلقى الانذار لانه كمل على احمد حجازي من بعد صافره جميل رمضان. حسين شرف الدين واحد من اللاعبين الجدد يلي انضموا الى فريق الصفا قبل بدايه الموسم الجديد، الصفا يلي كانت عقد مع المدرب روبرت جاسبرت مدرب الانصار والعهد السابق الغني عن التعريف بكره القدم اللبنانيه، بالمناسبه هو المدرب الوحيد يلي من جنسيه اوروبيه ومن جنسيه غير عربيه او لبنانيه بدوري ألفا. على صعيد اللاعبين المحليين تعاقد مع ماجد عثمان مثل ما ذكرت قادم من انجلترا، محمد فحص ومحمد حايك على سبيل الإعارة من العهد، أحمد جلول من النجمة إضافة إلى استعارة حسين شرف الدين من نفس الفريق، دانيال أبو فخر من الأنصار وعلاء البابا إعارة أيضا من الأنصار، جواد كرنيب القادم من أستراليا، يوسف الحاج القادم من الرسينج، يحيى الهندي لاعب النجم السابق، الحارس ربيع الكاخي أيضا حارس الأنصار السابق، أيضا هناك حسن الحسين القادم الأنصار، إضافة لتجديد عقد حسن مهنا. ومثل ما ذكرنا الثلاثي الأجنبي السنغالي عمادي ديوب، كريم سامب حاجي وفالو سار، هدول هن تعاقدات الصفا يلي أيضا غادر العديد من اللاعبين إلى فرق أخرى مثل علي السعدي يلي راح النجمة، احمد الخطيب يلي راح على البرج، محمد سليمان يلي راح على الحكمه، محمد جعفر والعوطة حسين العوطة ايضا يلي راحوا على البرج، وحسن هزيمي يلي اعير الى الحكمه ايضا، اضافه لحصول محمد شمس على استغنائه. الوقت يلي حاليا في صراع كبير هون على الكره، والخطا كان لمصلحه مصطفى قنصو بعد هالصراع مع سعيد عواضه. جمهور الإخاء إلى يمين المنصة الرسمية، جمهور الصفا إلى يسار المنصة الرسمية، حضور جيد لجمهور الفريقين بمباراة اليوم. طبعا هالمباراة يلي إلها حساباتها الخاصة وحساسياتها بين الفريقين، مثل ما اعتدنا دائما من أولى لقاءات بأواخر التسعينات. كرة حاليا عند زين طحان بالوسط، يعني فينا نقول فريق الصفا الامر الواضح صحيح استراتيجيته الهجومية هي 4-4-2، وعم يدافع بداية بنص ملعبه بست مدافعين مقابل اربع لاعبين بخط الظهر، لكن بالحالة الهجومية الامر الواضح انه عم يلعب من دون رأس حربة، لانه المهاجمين عمر الكردي وكريم حاجي عم يفتحوا كثير لبرا، ما عم يكون في واحد منهم داخل منطقة الجزاء بشكل ثابت، انما
عم تكون الانطلاقة من الجناح إلى داخل المنطقة بكثير من الحالات. محمد الحايك ظهير أيسر الصفا، الكرة الخلف عند حسين شرف الدين، منه لعند فالو سار، فالو على الجهة اليمنى للقائد زين طحان. زين من جديد بطيء إيقاع المباراة ببدايتها، يعني الحذر واضح مع اقترابنا من ربع الساعة الأول من هالمباراة، الحذر واضح من قبل الفريقين، لكن برأيي لحد هالوقت الحذر مبالغ فيه. بالوقت يلي حاليا في كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء، هيدا الأمر يلي عم يتحدث عنه لاعب واحد فقط كان داخل المنطقة هو كريم حاجي. من المفترض أنه يعمل الزيادة العددية والكثافة العددية الهجومية بداخل منطقة الجزاء فريق الصفا، وإلا رح يكون من الصعب عليه فارس أنه يسجل هدف بهالطريقة. يعني مشكلة فريق الصفا إن شاء الله ما تكمل هالموسم مثل ما كانت الموسم الماضي، عم بحكي من الناحية الهجومية، لأنه فريق الصفا الموسم الماضي ب 22 مباراة سجل بس 16 هدف، ونطر لآخر مرحلة من بطولة لبنان وقت فاز على فريق الباعة 2-0 ليبقى بالدرجة الأولى. مش هذا المكان أبدا لفريق الصفا، كلنا بنعرف فريق الصفا فريق عريق جدا، بطل لبنان ثلاث مرات، أحرز ثلاث مرات لقب الدوري بال 2011-2012 الموسم، 2012-2013 و2015-2016، أحرز كأس لبنان ثلاث مرات، أولها كانت بسنة ال 64 وآخرها بال 2013، أحرز كأس النخبة مرتين وكأس السوبر مرة واحدة وقت فاز على شباب الساحل 1-0 بموسم 2012-2013. هذا فريق الصفا يلي بتمنى أنا يرجع لسابق عهده ويرجع ويكون بين الفرق الكبيرة، الفرق المنافسة فعلا وحقيقة على اللقب. لهلا 23 مواجهة جمعت الفريقين، الإخاء بيتقدم وبيتفوق على الصفا بعدد الانتصارات مع 8 انتصارات للإخاء، 7 للصفا و8 تعادلات. فرصة لفريق الصفا، فرصة لفريق الصفا مع تسديدة أولى بالمباراة بين إيدين شاكر وهبي. أول تسديدة كانت من كريم صمب حاجي يلي عم بيسدد أول كرة بين الخشبات الثلاثة، وبسهولة تامة شاكر وهبي من دون أي صعوبة. آخر فوز للصفا على الإخاء بيرجع تحديدا ل 25/9/2016 وقت ربحوا 2-1 على فريق الإخاء، والنتيجة الأعلى هي الصفوية 6-1 كانت سنة 2012 بكأس النخبة. لومبا بمرر لنادر مروش، نادر بيرفع الكرة لعند حسن لمحمد، حسن محمد يلي انتقل من فريق النجمة لفريق الإخاء الأهلي علي، رمي التماس من دون خطأ، الحكم بيقول ما في خطأ أبدا. كارلوس ألبرتو الموسم الماضي ما كان أبدا قد طموحات كارلوس ألبرتو. الموسم الماضي كارلوس ألبرتو سجل 7 أهداف بينما أحمد حجازي سجل 11 هدف، يعني اللاعبين سجلوا 18 هدف من أصل 28. كارلوس لومبا بيتفوق على اللاعب كريم صمب حاجي وبيقطع الكرة، ما زالت مع يحيى الهندي، يحيى الهندي بمرر. بهالوقت فرصة لفريق الصفا ما راح يعرف يستغلها مثل ما لازم كان أحمد جلول، تمريرة من أحمد جلول يلي أيضا من النجمة إلى الصفا، كتار لاعبين تركوا فريق النجمة هالموسم كان بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة. على ما قاعد احتياط فريق الصفا كمان في يوسف الحج المنتقل من النجمة، كرة أمامية لعند أحمد حجازي لعند حسن محمد، ضعيف كتير ما رح توصل عند أحمد حجازي. 18 دقيقة على بداية المباراة لهلأ، بعد ما في اختبار حقيقي لأي حارس من الحارسين، بعد المباراة متكافئة بيناتهم. أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة قدم جهاد الشحف أبو فراس عم بيتابع المباراة من المنصة الرئيسية. ظهير أيسر فريق الصفا محمد الحايك لجلول، جلول بغير اتجاه الكرة ناحية اليمين لعند قاسم الحايك، ترجع لعند قلب الدفاع فالو سار لاعب السنغالي، يعني عم بيجربوا لاعبي فريق الصفا يسحبوا لاعبي فريق الإخاء لعندهم. تعليمات أبو الهيل واضحة، مع أي هجمة صفوية لازم يرجع حتى كارلوس ألبرتو يساند الدفاع بهالكرات.
احمد جلول. حلو كتير هالتمريرات من فريق الصفا، بالنهايه راح تنقطع تروح لعند ابو عتيق، ابو عتيق لعند حسن محمد يلي بيحصل على انذار، وفي مسك هون جميل رمضان، ابو فراس والى جنبه دودو يوسف محمد لاعب المنتخب السابق. هذا الخطا الحكم راح يكتفي بالانذار الشفهي. جميل رمضان ما راح يعطي بطاقة صفراء تانية بالمباراة بعد الأولى على حسين شرف الدين. ترجع الكرة حاليا مع محمد عطوي، محمد عطوي لأبو عتيق، أبو عتيق بيطلع لمين، بغير اتجاه الكرة ناحية اليمين لعند نادر مروش، نادر مروش لعند سعيد عواضة، سعيد يلي بيلعب مباراة واثنين وثلاثة وما بحس بالتعب، فعلا لياقة بدنية عالية كتير، وعملية جس النبض شربي فينا نقول طالت أكثر من الوقت المحدد يعني لبداية المباراة، لأنه بعد مرور 20 دقيقة اللعب بمعظمه عم بيكون محصور بمنتصف الملعب. يعني طبعا هيدا أيضا سببه الكثافة الدفاعية اللي عم يعتمدوها الفريقين، تحديدا فريق الصفا يلي مثل ما قلت بملعبه عم أو بنص ملعب الإخاء عم يدافع بست لاعبين بالوقت يلي هون في كرة رأسية خطيرة جدا، خطيرة جدا عبر كارلوس ألبرتو. الكرة العرضية كانت هون من حسن محمد ورأسية كارلوس ألبرتو كادت تتجه إلى شباك ربيع الكاخي، غير راضي أبدا عن التمركز الدفاعي لزملائه. بعدنا عم نحكي عن الفرص، بعدنا عم نحكي عن الجرأة، بعدنا عم نحكي عن الشجاعة الهجومية. كارلوس ألبرتو الرأسية البرازيلية كادت تصيب الشباك الصفوي. كارلوس ألبرتو يلي لعب بالموسم الماضي كل مباريات الإخاء الأهلي عليه، سجل 7 أهداف وكان عنده 5 تمريرات حاسمة، وهو كان صاحب الهدف الوحيد ب 28/4/2019 عندما التقوا الفريقين بربع نهائي كأس لبنان، سجل من ركلة جزاء هدف الفوز للإخاء، الهدف يلي وضع الصفا خارج المسابقة. أيضا مثل ما ذكر فارس بالذهاب عندما فاز الإخاء الأهلي عليه 2-0، واحد من مسجلي الهدفين كان كارلوس ألبرتو، لأن كريستيان لوكا كان سجل الهدف الأول بالوقت يلي حاليا الصراع عم يستمر على الجهة اليمنى، هيدي الجهة يلي عم يعتمد عليها بشكل كتير كبير الإخاء ليهاجم، تحديدا بوجود سعيد عواضة والمتحرك حسن لمحمد، يعني عم يروح أحيانا للعمق حسن محمد وأحيانا عم يروح ليستلم على الجهة اليمنى من سعيد عواضة. بذكر 3-4-3 هي استراتيجية عبد الوهاب أبو الهيل، وبالتالي الأمر يلي بيخلي نادر مروش ثابت بالخط الخلفي الى جانب كارلوس لومبا ومحمد قرحاني يوصل الكره لسعيد عواضه ومنه لحسن لمحمد. هيدي هي الاستراتيجيه. كارلوس لومبا المدافع البرتغالي 27 سنه موسمه الاول مع الاخاء الاهلي عليه، بحسب يعني المباريات التحضيريه ظهر بمستوى جيد وتحديدا من اللاعبين يلي بيعرفوا يحركوا الكره من الخلف بشكل جيد. كارلوس لومبا بيطلع الكره من الخلف بشكل جيد، هيدا هو الامر يلي بيحتاجه طبعا الاخاء بعد رحيل قائده احمد عطوي الى فريق الحكمه، الحكمه يلي كان افتتح مشواره ببطوله الدرجه الثانيه بالاسبوع الاول امبارح طبعا بفوزه على انصار حواره بنتيجه 3-2. الكره حاليا والهجمه الصفويه والتحرك على الجهه اليمنى والانطلاقه من زين طحان، لكن مره جديد الكره بين يدي شاكر وهبي. ايضا بالوقت يلي عم نشوف الاعاده يلي صار والاصطدام هون ووجود 3 لاعبين على ارض الملعب، هن زين طحان، محمد قرحاني وشاكر وهبي، كل السلامات لهم. بنذكر انه الاخاء الاهلي عليه غير انه جدد عقد محمد عطوي وكارلوس ألبرتو، كان ضم الى صفوفه علي مرقباوي من الفئات العمريه للعهد، علي بيطار من شباب الغزيه، حسن ديب من الاصلاح البرج الشمالي، مثل ما ذكرنا حسن محمد من النجمي، واستعار بلال نجدي من الانصار، كارلوس لومبا وكريستوفر مونتاي ايضا هيدا مدافع دولي زامبي موجود على مقاعد البدلاء، وصل قبل ساعات على اغلاق الميركاتو اللبناني كريستوفر مونتاي المدافع الزامبي، يعني من المفترض نشوفه أساسي إلى جانب كارلوس لومبا بالمراحل اللاحقة. مصطفى حميدو من شباب طرابلس، وطبعا الصفقة الأهم بالنسبة للإخاء الأهلي عليه اللي وضع كل تقله فيها هي استعادة أحمد حجازي اللي بعد نهاية الموسم الماضي عاد إلى العهد،
ومن بعدها قدر الإخاء الأهلي عليه يحصل عليه بعقد دائم بالوقت يلي الكرة عم تتحرك حاليا. استئناف اللعب، كرة ملعوبة هون بوسط الملعب عند سعيد عواضة. سعيد أيضا محمد عطوي عم يوسع لنفسه، ممكن يسدد محمد عطوي، عنده تسديدات قوية بيسدد، لكن كرته هالمرة كانت ضعيفة، كرته ضعيفة جدا لمحمد عطوي إلى خارج أرض الملعب. بالإعادة مرة جديدة وسع لنفسه، حاول يحط الكرة على قدمه اليسرى بشكل أفضل من هيك، لكن تسديدته كانت ضعيفة لمحمد عطوي وبالتالي راحت إلى خارج أرض الملعب. ما في أي فرصة خطيرة باستثناء فرصة كارلوس ألبرتو، الكرة الرأسية يلي كانت فعلا قريبة جدا من مرمى ربيع الكاخية. يعني طبعا منه مستغرب أبدا نشوف الفريقين بهالمستوى فارس، ما ننسى نحن بعدنا ببداية الموسم، وبالتالي عدم الجهوزية 100% أيضا الغيابات المؤثرة تحديدا على الفريق الصفا ممكن تكون عم تنعكس سلبا على الأداء العام لهالمباراة. أيضا على المنصة الرئيسية أمادي ديوب اللاعب الصفاوي اللاعب السنغالي الغائب اليوم يلي أطلقوا عليه زملائه لقب كورفت نظرا لسرعته بالتمرين وبالمباريات. مبدئيا رجع للتمارين، وابتداء من الاسبوع المقبل رح نرجع نشوفه بالتشكيل الاساسي لفريق الصفا اليوم يلي مثل ما كنا عم نقول بغيب عنه اكثر من لاعب اساسي بمباراه اليوم بايده روبرت جاسبر والاخاء بايده عبد الوهاب ابو الهيل. كره اماميه بيتقدم بهالوقت مصطفى انسو، مصطفى انسو على حدود منطقه الجزاء بيرفع الكره لومبا بيبعدها لخارج الملعب، رامي تابيس لفريق الصفا. تحية لكل اللي عم يتابعونا بكل لبنان عم يتابعوا الام تي في وخاصة بالجبل، تحية للكل مع هالمباراة اللي عم يتابعها من مجمع الرئيس فؤاد شيب بجونيه مباشرة على الهواء ضمن الأسبوع الأول من دوري ألفا لكرة القدم. أول مباراة كانت بين النجمة والأنصار وانتهت لصالح النجمة 1-0، هدف لفي الشمسين من ركلة جزاء بينالتي بالوقت القاتل. مباراة تانية بلشت وانتهى الشوط الأول رسميا بالتعادل بين التضامن سور وشباب البرج 1-1. يبوا سجل للتضامن سور وكريس ريمي عدل لفريق شباب البرج. هيدي المباراة الثالثة ضمن دوري ألفا، والختام رح يكون بكرة بالمباريات يلي رح تجمع شباب الساحل والغزية السلام صغرتا والبرج. هيدا بختام الأسبوع الأول من دوري ألفا. بيبقى فريق العهد يلي عنده مباراة مع طرابلس تأجلت الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ما رح نشوف فريق العهد لارتباطه الأسيوي، وكل تمنيتنا بالتوفيق ليكون اللقب لبناني إن الله راد. حسن محمد على تنفيذ الركلة الركنية، بس في لاعب من فريق الصفا على أرض الملعب بهالوقت بانتظار حسين شرف الدين ليرجع يقوم ويتابع المباراة. حسين شرف الدين لاعب النجم السابق ومعه بطاقة صفراء بهاللقاء، بده ينتبه كتير منيح. الأمور ماشية والركلة الركنية رح تتنفذ. فريق الإخاء يلي عم يبحث عن هدفه الأول باللقاء، الصفا كمان عم يبحث عن هدفه الأول بالمباراة. منتابع الركلة الركنية بتتنفذ، بتروح لعند ديب حسن ديب يلي بيسدد، بفضل يسدد كرة ناحية المرمى. حسن ديب يلي كان سابقا مع فريق الإصلاح برج الشمالي بالدرجة الثانية وانتقل هالموسم لفريق الإخاء الأهلي علي. أيضا مصطفى حميدو على مقعد الاحتياط كان عم بيلعب بالدرجة الثالثة مع فريق شباب طرابلس، وعلي مرقباوي يلي انتقل من فريق العهد كان مع فريق شباب العهد يعني بس ما طلع للفريق الأول وانتقل رسميا لفريق الإخاء ليكون معه هذا الموسم. ضغط عم بيكون من لاعبي فريق الإخاء ليجربوا يخلوا لاعبي فريق الصفا يرتكبوا الخطأ، والخطأ دائما بنقوله قد بيكون من الدفاع بيكون مشكلة كثير كبيرة. حاليا يحيى الهندي، يحيى الهندي يلي بيلعب مع المنتخب الوطني اللبناني بس منه مع النجمة. يحيى الهندي ارتقى انه يكون عقده الجديد مع فريق الصفا. يحيى الهندي بمرر بهالوقت لمحمد الحايك، محمد الحايك انتقل لفريق الصفا
من فريق العهد. كريم، كريم سامب حاجي بيرجع الكرة خلفية ليحيى الهندي، يحيى الهندي بغيرها لعند زين طحان كابتن الفريق. زين طحان بيلعب الكرة أمامية حلوة كانت من قاسم الحايك لعمر الكردي، بترجع لزين طحان يلي بتركها بالوقت لفلو سار. فلو سار اللاعب السنغالي اليوم الثلاث لاعبين بصفوف فريق الصفا للدوري لهالموسم على الأقل لمرحلة الذهاب، الثلاث لاعبين من السنغال. خطأ واضح هون عم بيكون على كريم حاجي، والركلة الحرة بتروح لفريق الإخاء الأهلي علي. نص ساعة على بداية المباراة، كيف في فرصة فينا نعتبرها خطرة كتير للإخاء، بس كارلوس ألبرتو والكرة الرأسية ما عرف يترجمها لهدف، ما قدر يسيب المرمى، مع العلم أنه كان بيقدر ينفذها ويتبعها أفضل من هيك. الله على الفوتبول الحلو، وقت نشوف لاعب عم بيقدر يمرر كرة حلوة، عم بيقدر يسجل هدف رائع، أدي بينبسط المشاهد اللي عم بيتابع المباراة. حسن لمحمد بيخسر الكرة، حسن لمحمد ما رح يتركه أبدا. حسين شرف الدين، ما زالت الكرة مع فريق الإخاء الأهلي علي. نص ساعة على بداية المباراة والتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين، ما حدا عم بهز الشباك. لومبا من دون مخاطرة برجعها لعند حارس ورمين شاكر وهبي. شاكر وهبي بده يلعب الكرة طويلة، هذا الشيء اللي بصير لعند كارلوس ألبرتو. كارلوس ألبرتو كرة بمررها لأحمد حجازي، حسن لمحمد مطالبة بلمسة يد، بس الحكم بيقول في تسلل على حسن لمحمد، تسلل قبل لمسة اليد. حكم المساعد هشام أنصو بيرفع رايته ليعلن عن التسلل. حاليا مع قاسم الحايك يلي بيتركها لأحمد جلول، أحمد جلول على الجهة اليسرى بيبعدها على السريع سعيد عوضة. ما في تركيز حاليا من الفريقين، برجع بقول يمكن الطقس والرطوبة والشوب عم بيأثر كتير على أداء اللاعبين على أرض الملعب. أحمد جلول بيلعب الكرة عالية ناحية منطقة الجزاء، بيبعدها بهالوقت لإرحاني، تروح لعند عطوي، عطوي لسعيد عوضة، سعيد بيرجع للعطوي، العطوي بيتعرض لخطأ واضح. العطوي ركلة حرة لفريق الإخاء بهالوقت. محمد عطوي قدامنا على الشاشة، محمد عطوي لاعب عنده تسديدات كتير قوية، وقت يتمكن من التسديد هذا الشيء رح يساعده كتير بمواجهة المرمى. مع بداية الشوط الثاني من المباراة تضامن صور وشباب البرج، أي أمر رح يصير بصور رح نعطيكم يا دغري على السريع لتتابعوا المباراة وتعرفوا نتيجتها. نذكر بكرة عبر شاشة وان نقل مباشر لمباراة سلام زغرتا والبرج، وعبر شاشة الام تي في النقل المباشر لمباراة شباب الساحل وشباب الغازية. جميل رمضان يلي عم يطلب من طبيب فريق الصفا الدخول لأرض الملعب. هون الخطأ اللي شفناه لصالح فريق الصفا مصطفى أنصو، واللاعب مصطفى أنصو. جميل رمضان وزين طحان عن الاعتراض، وزين طحان اللي عم بيطالب على القلب بطاقة صفرة. بالأسبوع الثاني فريق الصفا بيواجه فريق الشباب الغزية، بينما فريق الإخاء الأهلي علي رح يواجه فريق طرابلس. هذا بالنسبة لمباريات الأسبوع الثاني وبالنسبة للفريقين. بهالوقت انطلق الشوط الثاني من مباراة تضامن صور وشباب البرج رسميا من ملعب صور البلدي. احتياط فريق الإخاء الأهلي عليه، وعم نشوف اللاعب الزامبي لاعب منتخب زامبيا كريستوفر مونتاي يلي موجود على مقعد الاحتياط. كريم درويش، شادي سكيف، حبيب الشويخ وغيرهم من اللاعبين، يعني أسماء بيقدر يستعين فيها بأي لحظة عبد الوهاب أبو الهيل، سمير سيد قاسم، وروبرت جاسبرت يلي خلف الحكم. روبرت جاسبرت يلي سبق وكان موجود مع الأنصار، موجود مع فريق العهد، منذكر هو الكوتش الأوروبي الوحيد الموجود بين المدربين بلبنان، يعني يا مدربين لبنانيين أو مدربين عرب، بيبقى جاسبرت الكوتش الأجنبي الوحيد. عبد الوهاب أبو الهيل بيعرف أهمية هالمباراة وبيعرف البداية قد مهمة مع ثلاث نقاط إذا تمكن مثله مثل جاسبرت،
والامور ما عم تتغير. شربيل من ناحيه الاداء، الاداء لهلا عم بيكون عنوانه الابرز الخوف والحذر، وما حدا بده يفتح منطقته ابدا مع هجمه مرتده لفريق الخال اهلي علي، يلي معقول كثير نشوف شيء بهالمباراة، بس ما تغير شيء ابدا من بداية اللقاء. يعني بعتقد ما راح نشوف شيء بظل هالاداء السلبي اللي عم ينعكس، نتيجة سلبية ايضا الى يسار الشاشة، الاداء السلبي تحديدا على الصعيد الهجومي من الفريقين، الربط غير موجود بين منطقة الوسط وخط المقدمة، وايضا التمريرات الخاطئة اللي كترت بالدقائق العشر الأخيرة. هون كرة صفوية مع محمد الحايك بمشي لعند احمد جلول، يحيى الهندي الى يمينه، الجلول بيختار التمرير لعند مصطفى انسو. شوفوا تبادل الكرات بمنطقه الوسط والايقاع البطيء يلي عم بيغيب عنه عنصر المفاجاه، هيدا من دون شك عم ياثر على الناحيه الهجوميه، والنتيجه هي غياب الفرص الحقيقيه. محمد الحايك على الجهه اليسرى مطلوب الكره العرضيه بشكل سريع، كثير بياخذوا وقتهم اللاعبين، كثير عم ياخذوا وقتهم بالكنترول من دون اي يعني لعب دايركت، لعب مباشر. هيدي واحدة من الكرات المطلوبة من الجلول، أيضا التسديدة، التسديدة أخيرا 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 أخيرا، تسديدة باتجاه مرمى لشاكر وابي. هيدي أول كرة بين الخشبات الثلاثة اللي بسددها الصفا بعد مرور 35 دقيقة تماما. قاسم حايك كان عم يسدد هالكرة على الطاير بعد التمريرة الطويلة من الجلول، انقطعت هون من مدافعي الإخاء وسدد قاسم حايك بشكل سريع على الطاير، وشاكر وابي كان عم يخلص الموقف مره جديده. هون الكره يلي قطعها القرحاني وقاسم حايك سدد على الطاير، شاكر وابي كان على مساره كورنر لفريق الصفا. اخيرا بلشنا نشوف شيء بالمباراه، اخيرا بلش الصفا يتحرك، ممكن بعض التبديلات بالشوط الثاني تكون مؤثره الى حد ما على الصعيد الهجومي. كورنر اذا لفريق الصفا عم يتحرك بشكل سريع، كرة بترجع لعند الجلول يلي بيلعب الكرة مباشرة على العارضة البعيدة وأيضا إلى خارج أرض الملعب. كارلوس ألبرتو بحطها هالمرة الكورنر من الجهة المقابلة مع عمر الكردي. كارلوس ألبرتو يلي عاد إلى الدفاع، كل لاعبي الإخاء الأهلي علي بملعبهم، حسن محمد طبعا وأحمد حجازي السريعين يلي بيقدروا يرتدوا بالهجمة السريعة، هن موجودين بعيدا من منطقة جزاء، انما كل لاعبي الاخاء داخل منطقة بثمان لاعبين عم يدافع الاخاء حاليا. الكرة ملعوبة الى داخل منطقة جزاء، اذا باتجاهه لزين طحان مبطوسة لان كارلوس البرتو مرة جديدة عم يتفوق بالكرات الهوائية، وحسن لمحمد سريعا منه لعند كارلوس البرتو على الهجمة المرتدة السريعة مع العطوي مطلوب الكرة الطويلة، بالفعل الكرة الطويلة ما في تسلل، في تسلل في تسلل على حسن لمحمد، اعتراضات كبيرة من الاخاء الاهلي علي، التسلل على حسن المحمد. عم يقولوا الإخاء أنه التسلل كان موجود في أحمد حجازي، إنما مش حسن المحمد. بالإعادة، الإعادة راح توضح، الإعادة راح توضح إذا كان حسن المحمد هو المتسلل. هون الإعادة، الإخاء عم بيقولوا أحمد حجازي كان متسلل لكنه ما تدخل باللعب، الكرة راحت لعند حسن المحمد. يا ريت تشوفها بالإعادة مرة جديدة جورج تنتأكد أكثر وأكثر. عبد الوهاب أبو الهيل كل عم يطرد، حسن محمد عم بيقول انه كان مغطى من احد مدافعي الصفاء، اعتراضات كبيره، وعلى ما يبدو كان في انذار لشادي سكاف بسبب اعتراضه على الحاله الاخيره. هون بالاعاده بحسب ما بين هون بالكاميرا حسن محمد ما كان متسلل، احمد حجازي كان بموقف تسلل. وبالتالي الإخاء كان أكيد يعني من اعتراضاته لسبب بسيط، أنه حسن محمد كان تماما على مقعد يعني على مستوى خط التسلل وتحديدا بوجه مقعد البدلاء للإخاء الأهلي علي، وبالتالي كان واضحة الأمور بالنسبة للجهاز الفني وللاعبين البدلاء. مرت على كل حال كرة بالخلف، حسين شرف الدين، الضغط من احمد حجازي كان ممتاز، ايضا التدخل هون من محمد الحايك وصافره من جميل رمضان عم تمنع خطا للاخاء.
بالإعادة هون مرة جديدة اللي صار تدخل محمد الحايك على حسن لمحمد وبالتالي ركلة حرة للإخاء الأهلي علي. هلا الكرة الثابتة راح تحمل معها كلمة السر، هلا الكرة الثابتة راح تكسر التعادل السلبي بهالمباراة مع وصولنا للدقيقة 40، عم نقرب أكثر وأكثر من الدقائق الخمسة الأخيرة على انتصاف هالمباراة. ركلة حرة إذن للإخاء حسن ديب خلف الكرة، ما شفنا حسن ديب أبدا باللقاء لحد هالوقت لسبب بسيط إنه أكثر تركيز الإخاء بالحالة الهجومية هو على الجهة اليمنى مطرح ما وجود سعيد عواضة وحسن لمحمد. حسن ديب حاليا على تنفيذ الركلة الحرة، حسن ديب يلعب الكرة لداخل منطقة جزاء، الرأسية وين؟ الرأسية وين؟ الكرة عم تروح عن كل لاعبي الإخاء الأهلي علي بالوقت يلي الصفا عم يحاول يرتد. الصراع بين نادر مروش وعمر الكردي، زين طحان عم يتدخل أيضا، محمد قرحاني لاعب الأنصار والصفا والاجتماع السابق ويلي تدخل على الكرة الأخيرة لأفضل أيام. محمد قرحاني كانت مع الصفا من دون شك بالوقت يلي هالكرة عم يقدر يستخلصها الإخاء الأهلي عليه. محمد عطفي بيلعب على الجهة اليسرى لحسن محمد، هالمرة أصبح موجود على الجهة اليسرى حسن محمد بمواجهة صار، وفي أوبستراكشن هون وفي خطأ واضح من فالو صار وبالتالي الإنذار، الإنذار للمدافع السنغالي فالو صار. طبعا الإخاء الأهلي عليه عنده العديد من الخيارات الهجوميه على مقاعد البدلاء، منهم كريم درويش يلي عنده اصابه بسيطه، كرمال هيك ما عم نشوفه بشكل اساسي، واحد من اللاعبين المميزين جدا يعني عنده فينش رائع بمواجهه المرمى. ايضا حبيب شويخ ممكن يلعب دور بالشوط الثاني من اللقاء بمهمه صانع الالعاب او لاعب الوسط الهجومي، هذا اللاعب مميز جدا بقدمه اليسرى بالوقت يلي حسن محمد هو حاليا على تنفيذ الركله الحره على الجهه اليسرى ومجددا الكرات الثابته والبحث عن راسيه والبحث عن كره باتجاه الشباك الصفويه. ها راح ينجح الاخاء الاهلي علي، مين بيعرف ممكن من خلال الركله الحره حسن محمد هو على تنفيذ الفاول. حسن محمد عم يتقدم عم يلعب الكره الى داخل منطقه الجزاء، ربيع الكاخي عم يبعدها سريعا وشوفوا انطلاقه الصفا، يعني دائما الصفا عم يبحث عن احد اللاعبين السريعين بالمحاوله للانطلاق بالهجمه المرتده. ثلاث دقائق فارس متبقيه على نهايه الشوط الاول من اللقاء، صحيح تحسنت الامور بالخمس دقائق يلي مروا لكن النتيجه لا تزال التعادل السلبي. 0-0 3 دقائق وقت اصلي لنهايه الشوط الاول، بيبقى الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي منه كثير، يعني ما راح يكون اكثر من دقيقتين يمكن دقيقه كمان، هذا الشيء اللي راح يعلنه الحكم الرئيسي جميل رمضان مع نهايه الدقيقه 45 للحكم الرابع سامر سيد قاسم. خطا وبطاقه صفراء جديده، خطا وبطاقه صفراء جديده لفريق الصفا، مباراه راح تكون مليئه بالبطاقات الصفر. عمر الكردي يلي عم يحصل على الانذار، عمر الكردي عم يحصل على انذار جديد بعد الخطأ القاسي يلي ارتكبه بهالمباراة. عمر الكردي بده ينتبه كمان مثله مثل بقية اللاعبين، يعني اوقات في خطأ ما بيكون له لزوم ابدا. نادر مروش هون تعرض للخطأ، تاكل قوي كثير وقرار الحكم صحيح، لا غبار عليه ابدا الانذار يلي اخذه عمر. دقيقتين على نهاية الوقت الاصلي، المباراة يعني قد ايه مشتعلة على أرض الملعب بين الفريقين فنياً، قد ايه عم بتكون إلى أهميتها إلى حساسيتها هالمباراة، بس لهلا ما عم تترجم بأي هدف. عبد الوهاب أبو الهيل يلي عم يعطي تعليماته للاعبين، عبد الوهاب أبو الهيل على رأس الجهاز الفني كمان لموسم آخر وموسم ناجح عم بيكون، فريق الإخاء الأهلي عليه الموسم الماضي احتل المركز الرابع مع 33 نقطة خلف العهد لأنصار النجمي. حسن ديب بيلعب الكرة مباشرة بين ايدي ربيع الكاخي، يعني هيك نوع من الكرات ما بتنلعب عند حارس المرمى مباشرة، بدها تكون قبل حارس المرمى تأي لاعب يجرب ينكزها ويكون في الهدف الأول بالمباراة. إذا دغري الكرة طويلة عند حارس المرمى ما راح يلاقي أي صعوبة أبدا ليقدر يلتقطها ويبعد الخطورة. أحمد جلول بمرر بهالوقت لمحمد الحايك، كرة بيخسرها الهندي بتروح
لعند حسن المحمد. حسن المحمد يلي بده يجرب يقدم موسم رائع ويثبت انه قرار انتقاله لفريق الصفا كان بمحله. قاسم بيخسر الكره، كارلوس البرتو لمحمد عطوي، كمان محمد عطوي ما راح يتاخر ابدا لا يخسر الكره بدوره. حاليا محاوله صفويه على الجهه اليمنى، كريم سامب حاجي رجع الكره لعند زين طحان، زين 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 بمرر بمرر لانسو، انسو بسدد وفي ركله ركنيه. في كورنر عم بيكون لفريق الصفا، ركلات الركنيه كثيره بهالشوط الاول من الفريقين. ركله ركنيه والحكم جميل رمضان يلي عم بيعطي الوقت، وحكم الرابع عم بيتقدم سامير سيد قاسم ليعلن عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي رح يكون دقيقتين، مثل ما توقعنا دقيقتين مش اكثر ابدا. عمليه الوقت الضايع مع اصابه كان اكثر من لاعب بالشوط الاول. حسن المحمد بيرجع الكره منه لنادر مروش، نادر مروش بيشتت، حسين شرف الدين بيبعدها بسهوله، بتضلها مع فريق لخاء. فتنا نحميكم بالوقت المحتسب بدل عن ضائع. على الجهه اليسرى كارلوس البرتو، كارلوس البرتو بيخسر الكره من زين طحان، ترجع لقاسم حايك، منه لفلوق صار. بدك تنتبه، بدك تنتبه حسن محمد على ارض الملعب، الهيئه عنده اصابه حسن محمد على ارض الملعب او شد عضلي، هيدا هو الامر الواضح. وفريق لخاء اللي عم بحط الكره خارج الملعب ليتسنى لجميل رمضان انه يتوجه لعند حسن محمد يلي بيقوم وبيمشي حاله. رمي تميس صفوية، هون عم نشوف تعليمات من وسام خليل مدرب الفريق يلي عم بيعطيها لكريم سامب حاجي اليوم يلي عم بيفتقده لجهود أمادي جوب اللاعب السنغالي المهاجم الأساسي الرئيسي بصفوف فريق الصفا. أيضا علاء البابا، هذا وسام خليل كنا عم نحكي عنه، كان لاعب سابق بصفوف فريق الحكمة. وسام خليل أكثر من لاعب بيقدر يعتمد عليهم فريق الصفا على مقعد الاحتياط بالنسبة للشوط الثاني، ونفس الشيء بالنسبة لفريق الإخاء الأهلي علي. المحاولات الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول يلي نتيجته التعادل السلبي، ويمكن الأمور تكون سلبية بالشوط الأول مع تعليمات من أبو الهيل، تعليمات من جاسبرت، بركي الأمور تتحسن أكثر بالشوط الثاني. جميل رمضان عم يطلع على ساعته ليشوف إذا انتهى الوقت أو بيكمل الهجمة الصفوية، وهالشي ما صار. عم ينهي جميل رمضان الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين 0-0، من دون ما نشوف أهداف، من دون ما نشوف فرص، يعني إذا بدنا نقول من العيار الثقيل الفرص الحقيقية الفرص الخطرة. يمكن الأمور طولت شوي من ناحية عملية جس النبض. على كل بالشوط الثاني، بالشوط الثاني رح ننطر لنشوف شو رح تكون تعليمات جاسبر، رح تكون تعليمات أبو الهيل. خليكم معنا، بريك حوالي ربع ساعة اللي هو استراحة الشوطين، ومن بعدها بنرجع لبداية الشوط الثاني من هالمباراة. عودي نحن وياكم للشوط الثاني، ولحظات قليله، دقيقه قليله الشوط الثاني رح يبلش. يعني مثل ما تابعنا الشوط الاول كان شوط رايق كثير بين الفريقين. فريق الصفا كان عنده عده محاولات، فريق الاخاء نوعا ما كان عنده محاولات اكثر، بس المحاولات كلها باقت بالفشل. هلا بنشوف اذا صار في اي تغيير اي تعديل على تشكيلة الفريقين بالإعادة. خلينا نشوف فرصة كانت لفريق الصفا مع تسديدة كانت من كريم سامب حجي لاعب السنغالي، بس ما كانت خطرة. هيدي الكرات الأخطر فينا نقول بالشوط الأول، كارلوس ألبرتو، كرة رأسية من كارلوس ألبرتو، حلو كتير من حسن محمد هالكرة على المسطرة. كارلوس ألبرتو ما صاب المرمى، لو صاب المرمى كارلوس البرتو يمكن كنا شفنا الهدف الاول بالمباراه. هون محمد كرحاني كان عم يبعد الكره، والشيكر وهبي كمان عم بيخلص
مرمى فريقه. يعني الفرص مثل ما شفته قليلة، الفرص كانت نادرة كتير بالشوط الأول. ما بعرف شو عنده جاسبرت ليقوله، شو عنده أبو الهيل ليقوله للاعبي الفريق. أحمد حجازي قدامنا بحديث مع محمد عطوي، أيضا شاكر وهبي فريق رخائي اللي صار موجود بأرض الملعب بانتظار فريق الصفا. فريق الصفا والحكام يلي بعد ما ظهروا لأرض الملعب. أحمد حجازي هو هداف الفريق الموسم الماضي، 11 هدف، هداف كان الأول من ناحية اللاعبين اللبنانيين. أحمد حجازي اللي رجع لفريق لخاء الأهلي علي من بعد ما كان إعارة من فريق العهد، رجع لفريقه لفريق العهد، مرة مع فريق العهد بس بصورة نهائية. فريق لخاء اشترى عقده لأحمد حجازي مثل ما اشترى عقده لكريم درويش. خيارات كتير عنده إياها أبو الهيل، وخيارات كتير عنده إياها جاسبرت كمان على مقاعد الاحتياط، جانب من جمهور فريق الصفا وفريق لخاء الاهلي علي بهالمباراه. عم نشوفهم، يعني فريق لخاء جمهوره على يمين الشاشه او على يمين المنصه، وعلى يسار المنصه جمهور فريق الصفا. هلا اخذوا بريك الفريقين. استاذ وائل شيب يلي عم يتابع المباراه من مدرج فريق لخاء الاهلي علي، فضل يقعد على المدرج. وهون دخول فريق الصفا. هل الصفا بالشوط الثاني رح يكون أفضل من الشوط الأول ويخلق الفرص المطلوبة يقدر يعمل شيء قدام فريق الإخاء؟ كارلوس لومبا وحديث هون مع حسن ديب بانتظار انطلاق الشوط الثاني من هالمباراة. الواضح أنه ما رح يكون في أي تبديل على تشكيلة الفريقين مع انطلاق الشوط الثاني، يعني بعدهم جاسبرت وابو الهيل عم بيعتمدوا على اللاعبين يلي بلشوا الشوط الاول. ثلاث لاعبين من فريق الصفا عندهم انذارات، هن فلو سار، حسين شرف الدين، وعمر الكردي، مقابل انذار للشادي سكيف من احتياط فريق الاخاء يلي كان عم بيعترض على قرار الحكم. الحكام يلي عم يتاكدوا من الشباك قبل انطلاق الشوط الثاني، والشوط الثاني يلي رح يبدا على امل شربي نشوف شوط ثاني افضل فنيا من الشوط الاول. لكن يلي عم يتابعوا شاشه الام تي في يقدروا يستمتعوا بهالمباراه. بس ما بدنا ننسى ونحكم ونظلم اللاعبين، الشوب والحراره والرطوبه كثير عاليين. يعني طبعا الامر الوحيد يلي ممكن يغير من صوره المباراه هو نشوف الشباك عم تهتز بوقت مبكر من الشوط الثاني. الإشلاء يسجل الصفا، الإشلاء يسجل الإخاء، وتنطلق المباراة بصورة جديدة. مثل ما ذكرنا الشوط الأول سلبي، غلب عليه الحذر، غلب عليه عدم الجرأة والشجاعة من قبل الفريقين، وبالتالي النتيجة كانت سلبية لحظة انطلاق الشوط الثاني بهالأثناء. والكرة الأولى الصفوية مع أحمد جلول بيلعب الكرة على الجهة اليسرى، ترجع على الخلف لعند حسين شرف الدين، شرف الدين من عند فلو سار. بدهم ينتبهوا كثير منيح مدافعي الصفا، قلبي الدفاع سار وشرف الدين عندهم انذار، وبالتالي بأي لحظة وبأي غلطة ممكن نشوف الصفا عم بيلعب بعشر لاعبين. طبعا هيدا ما بيأملوا الصفاويين بالوقت يلي حسن ديب سلسلة تمريرات مع أبو عطيق وكارلوس ألبرتو، الكرة الأمامية للسريع أحمد حجازي، أحمد حجازي داخل منطقة جزاء، شو ممكن يعمل بهالكرة؟ أحمد حجازي عم يخسرها، تغطية ممتازة كانت من حسين شرف ترين بتروح لعند زين طحان، وأيضا التدخل هون من حسن ديب إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس رح تكون لمصلحة الصفا من دون شك. يعني صحيح روبرت جاسبرت وعبد الوهاب أبو الهيل ما غيروا، لكن من دون شك ما حتتاخر كثير التغييرات، كل لاعبي الاخاء الاهلي علي عم بيقوموا بعمليه التحميه بالوقت الحالي. بالمقابل ولا اي لاعب من الصفا بحاجه اكيد لتنشيط الناحيه الهجوميه، وهذا الامر بخص الفريقين مش فريق واحد بس بهالمباراه. فشو راح تكون اوراق روبرت جاسبرت؟ شو راح تكون اوراق عبد الوهاب ابو الهيل؟ هذا الامر يلي رح نعرفه خلال مجريات الشوط الثاني من هاللقاء. كره بالخلف عند كارلوس لومبا البرتغالي بيختار يلعب الكره الطويله للبرازيلي، كنترول ممتاز من كارلوس البرتو، لعيب كارلوس البرتو ايضا، تمرير لاحمد حجازي كانت عم تنقطع، بتبقى الكره عند محمد عطوي، محمد عطوي عم يحافظ على كرته رغم التدخلات الصفويه. قرقاني منه للومبا، محمد عطوي ايضا للخلف لعند كرحاني، تمريرات ممتازه حاليا من قبل لاعبي الاخاء عم ينجحوا انه يحافظوا على كرتهم. مع حسن ديب عم يخسرها، لكن مع خطا من زين طحان. صحيح خسرها حسن ديب، لكن الخطا كان عم يرتكبوا عليه
الطحان. كارلوس لومبا وركله الحرة، هيدا هو حسن ديب القادم من الإصلاح البرج الشمالي. كرة ملعوبة من محمد قرحاني أيضا باتجاه حسن ديب. من جديد قاسم حايك هو يلي لعب الكرة الرأسية. كارلوس لومبا أيضا محمد عطوي، الإخاء يبدو نشيط مع بداية الشوط الثاني من هاللقاء، لكن أيضا التمريرات العشوائية، التمريرات غير المركزة عم تسبب بخسارته للكرة بالوقت يلي في فرصة هون ممتاز جدا. خروج شاكر وهبي كان أمام كريم حاجي، ممتاز جدا خروج شاكر وهبي أمام كريم حاجي قبل ما يوصل المهاجم السنغالي للكرة، يعني لعبت بظهر الدفاع، مرت عن كارلوس لومبا وكادت توصل لحاجي. بوسط الملعب مجددا محمد أبو عتيق، كارلوس ألبرتو، حسن ديب بالانتظار على الجهة اليسرى. كارلوس ألبرتو عم يروح لحاله، عم يحمي كرته وعم يحصل على الخطأ من قاسم حايك، والإنذار بوجهه للرقم 6 جميل رمضان، ما في مزح معه. الإنذارات بشكل سريع عم ترفع، وإنذار مبرر من دون شك على قاسم حايك بعد المسك على كارلوس ألبرتو اللي كان طلع منه بدريب الممتاز جدا. شوفوا بالإعادة، كارلوس ألبرتو بيحمي كرته بشكل جميل. قرحاني، كرة لعند العطوي، محمد عطوي من جديد لعند أبو عتيق، أبو عتيق منه لعند حسن ديب، أيضا القرحاني الكرة للأمام مقطوعة من الحايك، بتروح لعند حسن ديب بحافظ على كرته. حسن ديب، حسن ديب عم يسقط، ما في أي خطأ، والكرة إلى رمي التماس للصفا بالوقت يلي حسن ديب موجود على أرض الملعب. رمية تميس مرة جديدة رح تتنفذ عن الجهة اليمنى مع زين طحان. جميل رمضان بيطلب تنفيذها من المكان المفترض تتنفذ منه بالوقت يلي عم نشوف هون خطأ كارلوس لومبا بالسماح لها الكرة انه تتخطى، وكاد حاجي يستفيد منها، وحاجي هالمرة عم يتعرض لخطأ. الاحتكاكات فارس عم بتزيد، وكريم حاجي هو محور اللعب الصفاوي حاليا. خمس دقايق على بداية الشوط الثاني، هون الخطأ يلي عم نشوفه لصالح فريق الصفا، مطالبة كان من فريق الصفا انه انذار، يعني انذار اول لفريق الاخاء، لانه فريق الاخاء اخذ انذار بس على لعبه الاحتياطي شادسكي، بينما اربع لاعبين من فريق الصفا عم يحصلوا على بطاقات صفر. حاليا اللعب متوقف بانتظار الامور وبانتظار نشوف لاعب الاخاء محمد ابو عتيق عم يرجع يقوم. محمد ابو عتيق اللي تعرض هون للاصابه من بعد الفاول اللي ارتكبه محمد ابو عتيق، اعتراض كبير عم بيكون من جمهور الفريقين، ما حدا عاجبه نتيجه المباراه، بدهم الفوز، كل واحد بده ثلاث نقاط، والثلاث نقاط بتعرفوا بمثابه ست نقاط وتكون المواجهه صفا اخاء. محمد أبو عتيق مازال على أرض الملعب، بده يبلش يفكر أبو الهيل شوي بتبديلاته، وحبيب الشويخ بتصور أنا التبديل الأنسب اللي لازم يكون لاعب ينزل بحرك المنطقة كلها. من ناحية لاعبي فريق الصفا بلشوا عملية التحمية كلهم، وروبرت جاسبرت يلي رح يستعين أكيد بأحد اللاعبين ليكون موجود بالتشكيل الأساسية. أبو عطيه عم يظهر من الملعب مصاب ليتلقى العلاج خارج الملعب، لنشوف إذا رح يقدر يتابع المباراة أبو عطيه أو لا. الجهاز الفني واللاعبين الاحتياط لفريق الصفا، وسام خليل مدرب الفريق، روبرت جاسبرت المدير الفني،
والخطأ الصفاوي بهالوقت على التنفيذ أحمد جلول. أحمد جلول يلي انتقل هالموسم لا فريق الصفا، رجع لفريقه السابق لفريقه القديم. محاولة صفوية في ركلة ركنية أو في ركلة مرمى بانتظار الحكم يلي بيقول في ركلة ركنية. حكم المباراة جميل رمضان بيرجع بيقول في ركلة مرمى، كان عم بيطالب محمد الحايك بركلة ركنية. الوقت عم بيمرق، الوقت عم بيمر، وبانتظار أبو عطيق إذا رح يتابع المباراة أو لا. حاليا فريق الإخاء الأهلي عليه بعشر لاعبين بأرض الملعب بانتظار كابتن الفريق ليرجع أبو عطيق ويرجع يعطي روح جديدة للفريق، لأنه وجوده لأبو عطيق كتير مهم بوسط الفريق. أمامية أحمد حجازي، أحمد حجازي، أحمد حجازي كان بيقدر يلعب أفضل من هيك، كان بيقدر يكسر أحمد حجازي، كان بيقدر يسدد، كان بيقدر ينطلق، فضل يمرر لحسن محمد. يعني أحمد حجازي وحسن محمد الأمور ما رح تكون أبدا سهلة على الفرق يلي رح يواجهوها هالموسم. فريق الإخاء الأهلي عليه كرة الكرحاني عم يتركها لخارج الملعب لتروح ركلة مرمى. عبد الوهاب أبو الهيل بيرجع بيقوم لمتابعة المباراة، عم بحضر حاله ليتابع المباراة. حاليا أبو الهيل بانتظار إشارة من الحكم يلي بيسمح له هون جميل رمضان إنه يرجع يدخل لأرض الملعب، وبترجع صفوف الإخاء بتكتمل مع عودة عبد الوهاب أبو الهيل. يعني هيك نوع من المباريات وتكون الحذر فيها كتير كبير، يمكن هدف واحد يحسم اللقاء بين الفريقين. كرة عالية واليوم عم بيقوم بدوره مثل ما لازم مدافع فريق الصفا فلو السار، خاصة بالكرات الرأسية عم بيقدر يتعامل معها. الكرة اجتازت خط الملعب وفي رمي التماس، عمر كردي ما رح يلحقها، عمر كردي ما رح يلحقها أبدا. رمي التماس لفريق الإخاء، جميل رمضان بشير لمحمد قرحاني، منين منين بده ينفذ الكرة؟ لومبا اللاعب البرتغالي يلي كان يلعب بالبرتغال قبل ما يوصل لفريق الإخاء الأهلي عليه. كارلوس ألبرتو بمرر لأحمد حجازي، أحمد حجازي ذكي كتير فلوسار، فلوسار بجسمه بيتفوق بالمواجهات يعني يلي رح تكون على أحمد حجازي، لأنه بيقدر يحمل كرة بجسمه كتير منيح، وهذا الشيء اللي صار وهذا الشيء اللي شفناه. ورمي تماس جديدة عم بتكون لفريق الصفا يلي عم بيجرب فريق الصفا يخلق الخطورة على فريق الإخاء الأهلي عليه مع زين طحان. كرة حاليا ما زالت مع قاسم الحايك، قاسم الحايك لعمر الكردي، قاسم الحايك تنقطع الكرة وبتروح سريعة لفريق الإخاء يلي بلش يعتمد أكثر وأكثر على الكرات الطويلة يلي ما عم تعطي نتيجة أبدا مع دفاع فريق الصفا. حسين شرف الدين وفالو سار يلي عم بيقوموا بواجبهم شربيل مثل ما لازم لهلا من بداية المباراة، لأن وقت نطلع نتيجة 0-0 يعني دغري بنقول الدفاع كان مع الصفا أو مع الإخاء عم بيقوم بواجبه مثل ما لازم. فعلا طبعا الأداء الدفاعي والمسيطر بالوقت الحالي، انتظار هدف، انتظار أول نتيجات لواحد من الفريقين بالوقت يلي أيضا الترقب لنتيجة مباراة شباب البرج والتضامن صور يلي فيه لكم إياه أنه الدقيقة 87 كانت عم تحمل هدف لشباب البرج من ركلة جزاء سجله علي بزي لاعب النجمة السابق، 2-1 النتيجة أصبحت لمصلحة شباب البرج بالدقيقة 87. طبعا شباب البرج بمواجهة التضامن صور، فمين راح يكون تاني فريق بدوري ألفا عم يحصل على 3 نقاط على عهد بذكر راح يغيب عن أول مرحلتين بالدوري بسبب ارتباطه بنهائي منطقة دارباتيا لكأس الاتحاد الأسيوي. كل توفيق للعهد بمهمته الأسيوية ويروح للمباراة النهائية ولإشلاء يجيب الكأس القارية
الى لبنان مع كره ملعوبه من محمد ابو عطيه على الجهه اليسرى. حسن ديب، حسن 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 عم يجرب يتقدم. حسن ديب في مواكبه من ثلاث لاعبين صفويين عم يسكروا الطريق على حسن ديب يلي بحافظ على كرته بعيده للخلف لعند محمد قرحاني. قرحاني 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 ايضا بينقل الكره للخلف لعند نادر مروش. مره جديده الاخاء عم يحاول ينظم صفوفه، بطبيعه الحال الاخاء الاكثر تنظيما، هيدا امر واضح بالوقت يلي من خلال التنظيم عم يقدر يوصل على الطرف الايمن ويلعب الكره العرضيه والراسيه احمد حجازي بعيده عن مرمى ربيع الكاخي يلي رح يقدر يسيطر عليها من دون شك. تركها الى خارج ارض الملعب ربيع الكاخي خوفا من ضغط حسن ديب. كرة مجددا بوسط الملعب. الوقت يلي بلش يتحضر التبديل من ناحية الإخاء الأهلي علي حبيب شويخ. الرقم 11 أصبح جاهز للدخول إلى أرض الملعب. رح نشوف عبد الوهاب أبو الهيل مين اختار لاستبدال حبيب شويخ. التبديل رح يحصل إذن الحكم سامر قاسم الحكم الرابع. راح يرفع لوحة التبديلات على ما يبدو محمد أبو عتيق المصاب. فعلا محمد أبو عتيق المصاب، كل السلامات لإله، ما راح يقدر يتابع المباراة. راح يدخل مكانه حبيب شويخ لاعب وسط مدافع بلاعب وسط مهاجم. راح نشوف إذا كان تبديل حبيب شويخ ودخوله للرقم 11 راح يكون له تأثيره. أيضا لاعب سابق بالإصلاح البرج الشمالي حبيب شويخ. كارلوس لومبا سريعا بنظف المنطقة. كارلوس ألبرتو مقطوعة فلوسار. الحوار حاليا بالكرات الهوائية لعند حسن ديب مرة جديدة. محمد عطو يشوفوا تضييق المساحات يلي عم يعملوها لاعبي الصفا والبريسنج تحديدا بمنتصف الملعب. يحيى الهندي وأحمد جلول بحاولوا يسكروا خط التمرير على لاعبي الإخاء الأهلي علي، لكن الإخاء عم يتحرك بكثافة عددية بخط الوسط. هذا الأمر عم يساعده بالوقت يلي حاليا في كرة طويلة باتجاه لحسن ديب. زين طحان عم يسبقوا عليها. كارلوس لومبا أيضا بعيدة لعند شاكر وهبي. شاكر طبعا عندما تكون الكرة هالقد قريبة من حارس المرمى واللاعب المنافس قريب منه بصير في إرباك عند الحارس. هذا الأمر يلي حصل مع شاكر وهبي بالكرة الأخيرة. كارلوس لومبا قائد الدفاع الجبلي بالوقت الحالي. وفي هون ايضا خطا لمصلحه الاخاء الاهلي علي. 60 دقيقه مرت، 30 دقيقه متبقي على نهايه المباراه. التعادل السلبي لا يزال مسيطر. اكيد راح نحطكم اول باول بكل النتائج يلي عم بتصير خلال مراحل دوري الفا بموازاة متابعتنا اكيد للمباريات يلي عم تتم نقلها مباشرة على الهواء، مثل هالمباراة يلي عم تتابعها من مجمع رئيس فؤاد شهاب الرياضي بجوني. بكره ايضا رح يكون في مباراة بين شباب الساحل وشباب الغزية على شاشة ام تي في وعلى وان. السلام زغرتا والبرج مباشرة من المردشية مع كرة حاليا مع الفريق الأحمر، الفريق الجبلي حبيب شويخ بالكرة الأمامية. هيدا الأمر يلي عم بتحدث عنه، التباعد بين خطي الهجوم والوسط عم يخلي اللاعبين يلعبوا الكرات الطويلة، الكرات العشوائية، الكرات يلي لا عم يكون على عنوان من انطلاقتها ولا عم يكون على عنوان لتوصل إله. بالوقت يلي حاليا زي طحان عم يحاول يهاجم على الجهة اليمنى صافرة وخطأ لقائد الصفا. وأنذار جديد فارس، يعني انذار جديد هالمره لمحمد قرحاني. المباراه عنوانها البطاقات الصفر، ست بطاقات لهلا الحكم صار عاطي بهاللقاء، اثنين لفريق الاخاء الاهلي علي واربعه لفريق الصفا. هيدا محمد قرحاني والخطا يلي صار، يعني بده بطاقه صفراء اكيد مع هالتاكل يلي كان عم ينزل محمد قرحاني باعتبار الحكم صوفر خطا. محمد قرحاني كان عم بيقول انه ما في خطا لانه انا ما دقيت فيه ابدا، بس الحكم هو رجع شوفها على التلفزيون، بس الخطأ تم احتسابه وما في شيء رح يغير بقراره للحكم. يعني يمكن عارف زين طحان يلعبها كتير منيح والخطأ
تم احتسابه والبطاقة الصفراء لمدافع فريق الإخاء الأهلي علي ظهير أيسر فريق الجبلي. خلينا نتابع ونشوف إذا رح يستفيد فريق الصفا من أي كرة. أنا بتصور الهدف يمكن يأثر كثير ويكون وحيد بهالمباراة إذا فريق من الفريقين قدروا يسجلوا هدف، لأنه نظرا لمعطيات المباراة ومجريات اللقاء والفرص يلي عم بتصير ما عم نشوف شيء لهلا. كرة رأسية بعيدة عالية كثير عالية كثير من زين طحان، ما رح تشكل أي خطورة أبدا على المرمى. ملعب الرئيس فؤاد شابي جوني اللي كان امبارح استقبل مباراة الحكمة وأنصار حوارة ضمن بطولة لبنان للدرجة الثانية، اليوم عم يستقبل مباراة الصفا والإخاء وبكرة مباراة شباب الساحل وشباب الغزية. ثلاث مباريات على مدى ثلاث أيام عم بيكونوا بأرضية الملعب، ومباشرة من بعد هالمباراة في مباراة كمان ودية لفريق الأهلي صربا يلي عم بيخوض غمار بطولة لبنان للدرجة الثالثة في لمسة يد واضحة على حسن ديب. حسن ديب بتصور يعني صار الوقت أبو الهيل لا تبديل جديد، بينما فريق الصفا بعد ما لجأ لأي تبديل بعده روبرت جاسبرت عم بيعتمد على اللاعبين يلي بلش فيهم المباراة. هل رح نشوف ماجد عثمان بمباراة اليوم، هاللاعب يلي انضم لفريق الصفا وكان عم بيلعب بإنجلترا. نهاية مباراة شباب البرج بالتضامن صور فارس بفوز تاريخي لشباب البرج، فوزه الأول بدوري الأضواء بمباراته الأولى 2-1. إذن هدفي شباب البرج عبر كريست ريمي لورونيون وعلي بزي من ركلة جزاء، هدف للتضامن كان عبر لاعب وسطه الغاني كوفي بوا. يعني خسارة التضامن على ملعبه لترجع منتصر من صور، هذا يعتبر مين ما كان اي فريق بده يطلع على صور يرجع ربحان انجاز كبير، فكيف اذا فريق شباب البرج يلي هيدي اول مباراه له رسميه بالدرجه الاولى، من قلن الف مبروك وهارد لك لفريق التضامن. محاوله جديده لفريق الاخاء، بس يحيى الهندي عم بيقطع الكره بمري الريق كثير هاللاعب لمصطفى انصو. المباريات لهلا يلي صارت امبارح واليوم عم بيكون فيها اهداف باستثناء هاي المباراه. روبرت جاسبرت عم بحضر التبديل الاول بالمباراه، هيدا الامور هاي الامور الواضحه. ماجد عثمان يلي كنا عم نحكي عنه، فماجد عثمان عم بحضر حاله لينزل لارض الملعب باول احتكاك. زين طحان بيتقدم، زين طحان مع فريق الاخاء يلي عم جرب يدافع وينطلق بالهجمة المرتدة. فريق الصفا عم يجرب يخلق الثغرة يمرق منها، لهلأ ما عم ينجح. يعني الفريقين ما حدا راضي منهم بالتعادل، لأنه وقت تتعادل بتكون عم تخسر نقطتين، بس نقطة أفضل من مشي. الحذر موجود وفرصة لفريق الصفا إذا تمكن كريم صامب حاجي يعمل شيء بهالكرة بفضل رجع خلفية. ما زالت مع فريق الصفا، مع فريق الصفا محاولات فريق الصفا وتحديدا مع محمد الحاي. الكرة بتنرفع داخل منطقة الجزاء بيبعدها محمد الكرحاني برأسه لخارج الملعب، ركلة ركنية بهالوقت لا فريق الصفا، ركلة ركنية عم بتكون لفريق الصفا. حارس مرمى الإخاء شكل وهبي يلي عم بيوجه اللاعبين، وروبرت جاسبرت عم بيعطي تعليماته الأخيرة لماجد عثمان. ماجد عثمان اللاعب اللبناني يلي رح نشوفه لأول مرة بدوري ألفا بصفوف فريق الصفا، والتبديل يلي بهالوقت رح يصير قاسم الحايك خارج الملعب قاسم، وبدلا منه ماجد عثمان. هذا التبديل الأول من ناحية فريق الصفا مقابل تبديل كمان وحيد من ناحية فريق الإخاء الأهلي علي، ركلة ركنية بهالوقت شربل. خلينا نتابعها ونشوف شو معقول يصير. كورنر إذن خلف الكرة، أحمد جلول إلى يساره لشاكر وهبي، وين راح يلعب الكرة جلول وين راح تحمل معه شيء جديد بهالمباراة. جلول بيلعب الكرة على العرض الأولي، فرصة صفوية مقطوعة من جديد، راح تنتقل الكرة لمصلحة الإخاء الأهلي علي وسط اعتراضات. محمد قرحاني هو عم يعترض، مش حرزاني يا قرحاني بصراحة، يعني على الأمور رايقة.
الأجواء المناخية الحارة. مقابلها كان في برودة إلى حد ما من خلال مواجهات اللاعبين مع انطلاق الشوط الثاني من هاللقاء. كرة صفوية بالوقت الحالي مع كريم حاجي. بيرجع للخلف اتجاه فالو صار، شوفوا حسن محمد دغري بيضغط بشكل سريع وهو أحمد حجازي. اثنين من أسرع اللاعبين إذا ما كانوا أسرعهم بدوري ألفا. مجددا الكرة صفوية بتروح لعند حسن محمد، متسلل هالمرة حسن محمد. هذه هي الحالة الأخيرة والكرة المشتركة اللي راحت لمصلحة الإخاء الأهلي علي. يعني الإخاء الأهلي علي والصفا على صعيد بطولة الدوري ولا مرة كان التعادل السلبي حاضر بلقاءاتهم. لا بال عندما كان يرتبط الأمر بمواجهاتهم أهداف كثيرة كنا نشهدها، مثل التعادل يلي شهده ذهاب موسم 2017-2018 3-3 كانت النتيجة بحمدون، قبل بإياب الموسم يلي سبق فاز الإخاء 4-1 مباراة حملت 5 أهداف بوقتها. عندنا بعض النتائج الكبيرة مثل فوز أيضا صفا عام 2012 بكأس النخبة 6-1 على الإخاء الأهلي علي. ركلة حرة حاليا للصفا الباحث عن هدف أول بهالمباراة. الجلول ومصطفى أنسو هن موجودين على الكرة مثل العادة، الجلول عم ينفذ الكرات الثابتة. الدقيقة 70 أحمد جلول بانتظار تنفيذ الكرة. الجلول بيلعبها مباشرة لداخل منطقة الجزاء. الرأسية كانت قريبة جدا، كانت قريبة جدا من عمر الكردي. الكرة تحولت إلى كورنر، أيضا تنفذ. كرة عم تنقطع والمرتدة فرصة للإخاء للارتداد عبر حسن محمد. حسن محمد بالصراع هون مع ماجد عثمان يلي عم يكسب الخطأ بطريقة ذكية. مرة جديدة خلينا نشوف يلي صار بالإعادة. هون عمر الكردي كرته الرأسية خطيرة جدا فعلا، كرة عمر الكردي. ركلة حرة جديدة للصفا يلي عم يجرب حاليا عبر سلاح الكرات الثابتة وعبر المتخصص بهيك نوع من الكرات أحمد جلول. أحمد جلول بيحاول يلاقي كريم حاجي، مقطوعة مرة جديدة من حسن محمد. فرصة للارتداد، فرصة للارتداد مع حبيب الشويخ اللي بيلعب الكرة لأحمد حجازي، لكن لوين يا حبيب؟ لوين يا حبيب؟ بعيدة جدا عن أحمد حجازي رغم إنه المساحة كانت موجودة. لا يقدر يلاقي أحمد حجازي بكرة طويلة حبيب الشويخ. جلول ليحيى الهندي، ماجد عثمان بيستلم وبيسلم سريعا زين طحان، ايضا ماجد عثمان يعني واحد من اللاعبين يلي يعني بالفتره الاستعداديه للصفا ظهر بشكل كثير منيح بدنيا وفنيا بالوقت اللي عمر كردي. فرصه خطيره للصفا، فرصه خطيره للصفا، الفرصه الخطيره للصفا لا تزال داخل ارض الملعب بعد ما ارتدت من علم الكورنر. عمر كردي بيلعب الكره العرضيه ومقطوعة مرة جديدة إلى خارج أرض الملعب. عمر الكردي أيضا بحاول يلعب الكرة العرضية. الدقيقة 72 فارس، التعادل السلبي على الصفا حاليا الطرف
الافضل يلي يكون عم عنده محاولات حقيقيه وتحديدا من خلال الكرات الثابته. بهالوقت شاكر وهبي على ارض الملعب تعرض للاصابه بانتظار شاكر وهبي يرجع يقوم، واللاعبين اللي عم ياخذوا فرصه ليقدروا يرتاحوا شوي ويشربوا مي وتمشي الامور، لانه برجع بقول لكم الحراره عاليه كثير كثير كثير، حتى حكم المباراه عم يشرب مي. شاكر وهبي بانتظار يرجع يقوم، بس بحال اصابه حارس المرمى المباراه بتتوقف، يعني ما فيهم ينقلوا حارس المرمى للخارج لتتم المعالجه، بينما بقيه اللاعبين دغري الحكم لخارج الملعب. وفي تبديل جديد بصفوف فريق الاخال اهلي علي عم يتحضر مع شادي سكيف، شادي سكيف يلي عم يدخل لارض الملعب ومعه انذار، حامل بطاقه صفراء قبل ما يلعب شادي سكيف بعد اعتراضه بالشوط الاول على قرارات الحكم جميل رمضان يلي ما تاخر ابدا ليرفع البطاقة الصفراء، وهذا بيقدر ولو كان على مقعد الاحتياط بيقدر يعطيه بطاقة صفراء وبيقدر يعطي اللاعب بطاقة حمراء. شاد سكيف بدلا من مين اللاعب التالي بصفوف الإخاء اللي راح يترك أرض الملعب، فإذا التبديل راح يتم، ومثل ما أنا توقعت حسن ديب يكون التبديل الثاني من ناحية فريق الإخاء الأهلي علي. حسن ديب قدم مباراة جيدة بأول مشاركة فينا نقول رسمية بالدوري مع فريق الإخاء، حسن ديب اللي انتقل من فريق الإصلاح برج الشمالي. محمد قرحاني بيلعب الكرة لحسن محمد، ما زالت مع فريق الإخاء من بعد ما خسرها ماجد عثمان، تنتقل لحسن محمد بغير اتجاهها ناحية اليمين لعند عواضة، عواضة ما بيقدر يعمل لها كنترول قبل ما تظهر من الملعب رامي التميس. رامي التميس لفريق الصفا، المباراة يلي ماشي بين الفريقين عروة، ناطرين واحد منهم يقدر يهز الشباك، ناطرين واحد منهم يقدر يقود الفريق لثلاث نقاط. كرحاني عم بيقدم مباراة كبيرة مثل عاطفه هاللاعب، بقاتل بأرض الملعب بيلعب بكل قلبه. زين طحان ليحيى الهندي، يحيى الهندي بيلعب الكرة لمصطفى أنصو، مصطفى أنصو بيلعب لداخل منطقة الجزاء مع خطأ على ماجد عثمان، خطأ عم بيكون من ماجد على دفاع فريق الإخاء الأهلي علي. فريق شباب البرج يلي رحلته لبيروت رح تكون هلا ممتعه جدا، ومبسوطين كثير بعد فوزهم على فريق تضامن سور بسور بنتيجه 2-1. شاد سكيف قدامنا على الشاشه، مين رح يكون التبديل الثاني من ناحيه فريق الصفا؟ الوقت عم بمر، بعد في ربع ساعه من الوقت الاصلي، وروبرت جاسبر لجأ للاعب واحد بس. كرة أمامية من دون خطورة، من دون تركيز، من دون أي أمر بيساعد إنه الفريقين يقدروا يخلقوا الفرص على المرميين بمنتصف ملعب، قد ما بتكون اللاعب عم بيكون مع خطأ جديد كمان بمنتصف ملعب على مصطفى أنصو. الخطأ كان بهالوقت من سعيد عواضة، سعيد حاليا كابتن الفريق بعد خروج محمد أبو عتيق. لاعبين رقم سبعة بصفوف الفريقين هن كابتن الفريق، عم نحكي عن محمد زين طحان من ناحية الصفا، ورقم سبعة من ناحية الإخاء سعيد عوضة. جمهور الإخاء يلي ما سكت من بداية المباراة وهو عم بيشجع، مع خطأ جديد كمان حكم بيتابع بيعتبر الخطأ موجود وبيتابع بيعطي الفرصة ليحيى الهندي، يحيى الهندي لمحمد زين طحان، بيتقدم كابتن الصفا كمان خطأ جديد. الأخطاء عم بتزيد، الأخطاء عم ترتفع خاصة بهالوقت المتبقي من عمر المباراة، يعني بيصير اللاعب يحط كل تقله بخط الدفاع بخط الوسط تما يخلي الفريق الثاني يوصل لمنطقته، فبتكتر الأخطاء ومعقول كتير تكتر البطاقات. شاكر وهبي سهل كتير بين إيديه بيطلع من مرمي وبيلتقط الكرة، بيطلب من اللاعبين اطلعوا قربوا
لومبا، كريستيانو لومبا المدافع البرتغالي اللي اليوم شفنا منه أداء جيد من اللاعب البرتغالي. أم كرحاني ما في شيء أبدا. ماجد عثمان ليحيى الهندي، يحيى الهندي لأحمد جلول، أحمد جلول بيرجع الكرة لعند زين طحان، زين طحان بيلعبها أمامية وعمر كردي ما بيقدر يسيطر عليها. مع مرور 77 دقيقة على بداية المباراة، من دون ما تتغير النتيجة، من دون ما يتغير الأداء، أداء الشوط الأول كمل لهلأ بالشوط الثاني. ما بعرف إذا آخر 12 دقيقة من عمر المباراة رح يحملونا مفاجآت سارة لواحد من الفريقين، إذا رح نشوف الشباك عم تهتز أو المباراة رح تكون أمورها سلبية ومن دون أهداف. كرة عالية ناحية عمر الكردي، لومبا بيبعد الكرة لاعب البرتغالي، وكرحاني كمان بيهدي، والأمور ماشي عم تركض ركة شربيل. بالنسبة للتعادل إذا بقيت على حالة، التعادل هو الأبرز، التعادل هو العنوان إذا بدك يلي رح يكون لهالمباراة إذا ما تغير أداء الفريقين بآخر 12 دقيقة من الوقت الأصلي. التعادل السلبي اللي مثل ما ذكرنا ما كان حصل أبدا بين الفريقين بالعصر الحديث على صعيد بطولة الدوري، وذكرنا بعض النتائج بالسنوات الأخيرة اللي سجلت فيها كثير من الأهداف. يعني تعادل سلبي وحيد بتاريخ الفريقين كان ببداية التسعينات، رغم أنه الصفا كان قريب بوقتها أنه يكسر هالتعادل بداية 90 تحديدا، كان في كرة رأسية لقائد الصفا السابق حسن أيوب ما قدر يسجل منها، ارتدت كرته من العارضة وانتهت المباراة بنتيجة 0-0، وهذا كان التعادل السلبي الوحيد بين الفريقين. وعلى ما يبدو اليوم إذا بقيت الأمور على حالة رح نتجه لنشوف النتيجة نفسها. ماجد عثمان هو عم يتلقى الكرة حاليا، ماجد بيحافظ على كرته، ماجد عثمان إمكانيات بدنية جيدة عند هاللاعب، طبعا موجود على مقاعد البدلاء بسبب الاصابه، كان من المفترض يشارك بشكل اساسي، شفناه بالمباريات التحضيريه الصفويه كان عم يلعب بشكل اساسي بالوقت يلي في اختراق هون على الجهه اليسرى، ومحاوله عم تتوقف عند سعيد عواضه قائد الاخاء هو اللي كان عم يوقف المحاوله الصفويه الاخيره مع محمد عطوي. ايضا الكره لحبيب الشويخ، عطوي سوء تفاهم بين اللاعبين، رمي التماس الصفا دائما، يحيى الهندي، زين طحان ايضا، زين بيحاول يسدد من مسافه بعيده، يعني عم يجرب يلاقي حل، لكن الكره الى خارج ارض الملعب. سعيد عواده مره جديده على الجهه اليمنى، محمد عطوي ايضا، سعيد بحاول يمر، بيلعب الكره للخلف تحت الضغط لمحمد عطوي ايضا للخلف، بالوقت يلي هالامور ما بيقدر يعملها نادر مروش بالخط الخلفي، الكره بتروح لعند شاكر وهبي، شاكر بده لعند شادي سكاف، قرحاني بالانتظار، بالفعل شادي بينجح يطلع الكره مع القرحاني، وايضا شوفوا كارلوس البرتو وين عم بصير ليستلم بعض الكرات، معزول شعر وكانه زملائه ناسينه ما عم يوصلوا له الكره لكارلوس البرتو، وبالتالي عاد للخلف لاستلام بعض الكرات بوقت يلي سعيد عواض عم ينجح يمر، وعم يحصل على الخطا، عم يحصل على الخطا من محمد الحايك، التدخل كان من محمد الحايك على سعيد عواضه، نشوف بالاعاده الخطأ يلي احتسبه الحكم. سعيد عواده موجود على أرض الملعب مصاب بعد تدخل محمد الحايك، ركلة حرة إذن للإخاء الأهلي علي مع حبيب شويخ،
هو خلف الكرة بالوقت الحالي. هل راح تحمل معه الفرج للإخاء ولا جمهوره يلي عم يتابع المباراة بالمدرجات؟ حبيب على التنفيذ، كارلوس أربيرتو داخل المنطقة، أيضا كارلوس دومبا، أحمد حجازي، حسن المحمد، سعيد عوضة، شادي سكاف، نادر مروش ومحمد عطوي على مشارف المنطقة. الركلة الحرة إذا حبيب شويخ، شو ممكن يعمل به الكرة؟ حبيب شويخ بيلعب الكرة مباشرة، حلو كتير من حبيب شويخ، والأحلى كانت ردة فعل الربيع الكاخي اللي عم يبعد هالكرة من تحت عرضته. الكرات الثابتة إذا هي المفتاح، هي ممكن تكون الحل. ركلة ركنية إذا للإخاء الأهلي عليه، حسن محمد، الإخاء عم يرد على سلسلة هجمات الصفا، على سلسلة محاولات الصفا من الكرات الثابتة، وبنفس السلاح من خطأ حبيب شويخ صنع الخطورة على مرمى ربيع الكاخي. وحسن محمد هالمرة من الكورنر ملعوب الكرة على العارضة البعيدة، الرأسية موجودة لكن ضعيفة كانت رأسيته لأحمد حجازي إلى خارج أرض الملعب. بالإعادة مرة جديدة، ذكي جدا حبيب شويخ، لعب الكرة مباشرة وربيع الكاخي أبعدها بشكل سريع وبردة فعل إلى خارج أرض الملعب. حارس الصفا مصاب. رح يتلقى العلاج طبعا. ثلاث لقاءات بين الفريقين بالموسم الماضي بين الدوري والكأس، وست أهداف أي بمعدل هدفين بكل مباراة، لكن اليوم ما شفنا الشباك عم تهتز ولا من أي جهة. روبرت جاسبرت ووسام خليل، يأملوا أكيد أنه فريقهم يقدر يحقق الانتصار بمباراة اليوم. يعني ما حدا بيقدر يعرف شو ممكن يصير بالدقائق وبالثواني الأخيرة. امبارح النجم بالوقت القاتل بالدقيقة 90 قدر يفوز بركلة جزاء سجلها فايز شمسين، وبالتالي الفوتبول ما بتخلص أي مباراة إلا مع صافرة الحكام. الدقيقة 85 فارس، خمس دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من هالمباراة، التعادل السلبي. ها رح تبقى النتيجة على حالة أو رح نشوف شيء رح يتغير؟ شو رأيك؟ يعني الأمور خلينا نتابع الخمس دقائق لنشوف إذا الفريقين حدا منهم بده ثلاث نقاط، وإلا راضيين كل واحد منهم بنقطة. لنتابع ونشوف التبديل يلي عم يتحضر بصفوف فريق اللي خال أهلي علي. تبديل جديد وهو التبديل الأخير، علي مرقباوي. علي مرقباوي جاهز ليدخل لأرض الملعب. علي مرقباوي بدلا من محمد عطوي، هذا التبديل الثالث اللي عم يلجأ له أبو الهيل، بينما روبرت جاسبرت عنده تبديل وحيد لهلأ. التبديل الوحيد من ناحية روبرت جاسبرت كان دخول ماجد عثمان، وهيدا علي مرقباوي لاعب كان بصفوف فريق العهد. محمد عطوي عم بيترك أرض الملعب بآخر أربع دقائق. أحمد حجازي بيتعرض للخطأ، اعتراض كان من محمد زين طحان، اعتراض من جاسبرت. شوفوا محمد زين طحان مش كابتن بس، لاعب كمان عنده أخلاق كتير كبيرة، أخلاق كتير عالية. كارلوس ألبرتو بيلعب الكرة لحسن محمد، حسن محمد بده يغير اتجاه الكرة ويجرب يلعبها أمامية. الشيء اللي بصير لحبيب شويخ منه لحسن محمد، حسن محمد بيسدد كرة عشوائية، كرة عالية، كرة بعيدة،
ما راح تشكل اي خطوره ابدا على مرمى ربيع الكاخي. ثلاث دقائق على نهايه الوقت القصري لزمن المباراه، ما تغير شيء، ما زالت نتيجه التعادل السلبي بين الفريقين. روبرت جاسبرت يلي عم بفضل انه يخلي التشكيله يلي موجوده على ارض الملعب من دون ما يدعم باحد اللاعبين، مع العلم انه في اكثر من لاعب بيقدر يكون موجود بارض الملعب. جاد نور الدين مثل ما عرفنا كان تعرض لوعكه صحيه، جاد نور الدين، بس يوسف الحاج جاهز، يوسف الحاج ليشارك بهالمباراه. القرار الاول والاخير بيرجع للمدير الفني اللي هو بيعرف اكثر اجواء الفريق. من ناحيه فريق الاخاء خلص خلصنا التبديلات، ركله حره مع حبيب شويخ، حبيب شويخ اللي بيلعب الكره عاليه، كره ساقطه داخل منطقه الجزاء مع تسديده بعيده من دون خطوره ابدا عم بتكون من محمد قرحاني اللي معه بطاقه صفراء بعد خطأ كان ارتكبه على محمد زين طحان. فلو سار اللاعب السنغالي، محمد زين طحان بيلعب الكرة لعمر الكردي، عمر الكردي مع ماجد عثمان كرة أمامية، بس اليوم في لاعب البرتغالي كارلوس لومبا متألق دفاعيا، يعني الكرات اللي عم توصل له عم بيقطعها مثل ما لازم، وهذا المطلوب منه للاعب البرتغالي كلاعب مدافع يلي حل بدلا من كريستيان لوكا يلي تعرض لاصابه قويه الموسم الماضي والرباط الصليبي. رامي تميس، زين طحان راح يتقدم ليلعب رامي تميس طويله يلي بتكون ساقطه لداخل منطقه الجزاء، بيلعب الكره اماميه في خطا لصالح فريق الاخاء، يعني الفرص تقريبا الفرصة الوحيدة بمعدل كل 20 دقيقة عم بيكون في فرصة، والفرصة ما عم بتكون خطرة يعني خطورتها منا كبيرة على المرميين. كرة عالية بيبعدها دفاع فريق الصفا لخارج الملعب، رامي تميس تبديل صفاوي بهالوقت عم بيتحضر مع حسن مهنا، حسن مهنا يلي عم بيستعد ليدخل بهالوقت من المباراة، يعني بالوقت إذا بدكم المحتسب بدل عن ضائع. عمر الكردي خارج أرض الملعب والحكم الرابع عم يستعد ليعلن عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع بين الفريقين. الوقت الأصلي يلي انتهى، اللوحة الإلكترونية اللي عم بيحضرها عم بيزبطها الحكم الرابع تأخر ليعلن عن هالشيء لأنه كان عم يعمل التبديل والتبديل كان مطلوب أكيد بهالوقت. ثلاث دقائق وقت محتسب بدل عن ضائع، ثلاث دقائق قدام الفريقين، ثلاث دقائق بثلاث نقاط إذا حدا قدر يحسمها ويحسم الأمور، وإلا الأمور منتهية. الأمور أول تعادل سلبي رح نشوفه بدوري ألفا لهالموسم، بثالث مباراة، بكره بيبقى مبارتين، السلام زغرتا والبرج، شباب الساحل وفريق شباب الغزية يلي رح نتابعها مباشرة من جوني. مرقباوي على الجهة اليمنى، مرقباوي ما عم بيقدر يستغل الكرة، بيخسر الكرة مرقباوي وبيرتكب الخطأ. ما بتصور كان عليهم ضغط الحكام بهالمباراة، الأمور كانت سهلة، الأمور كانت واضحة. وفي تبديل جديد كمان، ما بعرف شو الهدف، هل هالهدف روبرت جاسبرت إضاعة الوقت وحصد النقطة مع محمد فحص. محمد فحص لاعب وصل لفريق الصفا الموسم إعارة من فريق العهد، يعني التبديلين اللي أجريهم روبرت جاسبرت، حسن مهنا ومحمد فحص كانوا ابتداء من الدقيقة 90، هيدا بدل وقت بده ينزلوا اللاعبين بهالوقت انه المدرب راضي عن التعادل وعم بجرب يمرق الوقت لياخذ النقطة.
يعني اللاعب وقت بده ينزل بدقيقة 90 أو بال 91 شو بده يعمل؟ شو بده يغير ليغير بالمباراة؟ حتى لهلا محمد فحص بعد ما نزيل تبديل صار جاهز. هون الخطأ يلي صار لصالح فريق الإخاء الأهلي علي. كريم صامب حجي اللاعب السنغالي خارج أرض الملعب، يعني بين ما يوصل كريم وبين ما يدخل محمد فحص الحكم ما راح يتأخر أبدا ليعلن نهاية المباراة بين الفريقين. آخر محاولات فريق الإخاء يمكن تكون بهالمباراة، المحاولات الأخيرة إذا بدهم يهزوا الشباك أو راح يطلعوا الفريقين حبايب من هاللقاء من دون أهداف وكل واحد منهم بياخذ نقطة. حبيب الشويخ بيلعب الكرة على مشارف حدود منطقة الجزاء، الخطر موجود. مرقباوي بيخسر الكرة. المرقباوي هي الكرة الثانية على الطويلة اللي عم يخسرها. الحكم عم بيطلع على ساعته جميل رمضان، ما راح يتأخر أبدا ليعلن نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. ما حدا منهم نجح أبدا إنه يهز الشباك. في كتير أمور بده يبقى يحكيها أبو الهيل وكتير أمور بده يحكيها روبرت جاسبرت من بعد هالمباراة وقت يعملوا فيديو سيشن ويشوفوا الفيديو ويشوفوا المباراة وين كانت الأخطاء، علما إنه فريق الصفا برجع بذكر بغيب عنه أكثر من لاعب بمباراة اليوم، بينما صفوف فريق الإخاء الأهلي عليه بغيب عنه بس بلال نجدي. فإذا النتيجة 0-0 هي النتيجة النهائية لهالمباراة من حيث النتيجة، وكل التوفيق للفريقين بالمباريات المقبلة. لهون نوصل نحن وياكم لختام لنا المباشر للمباراة عبر شاشة الام تي في من مجمع الرئيس فؤاد شيب بجوني. الصفا 0 الإخاء الأهلي علي 0. مباراة جديدة بكرة بختام المرحلة الأولى راح تكون بين شباب الساحل وشباب الغزية. من هلا لبكرة لكم منا أطيب التحيات. Thank you.